عبد القادر الرئيس، فنان تشكيلي إماراتي من مواليد دبي. حقيقة دبي درة الدنيا. روح دبي تحسن من وين ما رحتي، شوارعنا غير عن شوارع العالم. وين ما تروحين، وين ما كنتي، سواء في يعني في أوروبا ولا في أمريكا، ما تحصلين البنية التحتية اللي موجودة في دبي في بقية الدول. هو ما في شك اللي يبغي يعرف دبي يروح منطقة فهيدي أو منطقة الشندغة. في هناك طبعا مطاعم، في أيضا يقدر يحس الناس اللي كانوا عايشين هنا كيف كانوا عايشين أيام زمان. فهي وحتى من أيضا مميزات مثلا ميناء سلام، يعني تم بناء على نفس نمط منطقة فهيدي والسكية. أعتقد في هناك أسواق، وأيضا في جزء في مطاعم، وكذلك أيضا في البراجيل اللي أحيانا واحد يشتاق له يشوف. أنا مكاني المفضل مرسمي معذرة. والله بالنسبة لدبي بالنسبة لي كل شيء. والله أقدر أوصفها كأم، كيف إنسان يعني يرتاح وين يكون لما يكون في أحضان أمه، خصوصا طفل صغير. كذلك بالنسبة لدبي